بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز اتكلم معاكم شويه في موضوع حساس ومهم. احنا فضلنا فتره كبيره جدا ما نردش على الشائعات والاكاذيب ونقول يا عم طنش. لا ما نطنش. اي شائعه واي اكذوبه تستهدف النيل من هذا البلد او نشر شائعات واكاذيب من شانها انها تعمل بلبله عند الناس وتخلي الناس تتساءل وتقرا اللي موجود في السوشيال ميديا، وهم شطار شطار في السوشيال ميديا، لجان الكترونيه شغال علينا ليل نهار. اي واحد دلوقتي كاننا في سوق عكاظ بيجي يرمي قصيدته الشعريه ويمشي ويستنى ويتكلم وينظر ويقعر براحته. خلينا نتفق اولا ان البلد عرضه للشائعات والاكاذيب. احنا النهارده مستهدفين من قوى من الداخل ومن الخارج، وعلى فكره ده مش جديد، ده طبيعي وقادرين على التعامل معاه وبمعلومه حقيقيه مش بنشر شائعة. احنا ما بنراهنش على ان الشائعة تختفي وتنتهي ونسكت، لا احنا بنراهن على الحقيقة، والحقيقة دايما في صفنا، في صف الشرفاء من ابناء الوطن، في صف المدافعين عن هذا البلد، في صف اللي حاسين بالوطن وحاسين بالناس وحاسين بالواقع وبيشتغلوا وبيكافحوا عشان مصر. وممكن تبقى في مشاكل كتير، ممكن تبقى في حاجات مش راضياك وراضياني او مش راضياني، عادي وارد طبيعي في اي مجتمع، ما حدش بيتفق على حاجه، لكن في قواسم مشتركه موجوده في بلد، في بلد، في بلد ما فيهوش الفوضى اللي شفناها الايام اللي فاتت في ليبيا او العراق، في جيش وطني، في شرطه بتحمي البلد دي. خلي بالكم يا مصريين، خلي بالكم الشائعات والاكاذيب اللي احنا عارفين غرضها واهدافها، ما تخليش المسألة تاخدك كده وتقعد تردد زي البغبغان. أقصد البعض، لا، الشعب المصري شعب واعي، شعب عظيم، شعب فاهم، عارف كويس قوي الدنيا ماشية ازاي، وعارف كويس قوي بلده واقفة فين وفي أي أرض صلبة هي واقفة عليها. طيب الأيام اللي فاتت انتشر كلام كبير عن الطائرة الرئاسية. إشاعة بتقول الحقيقة يا جماعة رئاسة الجمهورية اشترت طيارة ب 500 مليون دولار عشان تنضم إلى جانب الأسطول الخاص للطائرات اللي موجودة في مؤسسة الرئاسة. في أسطول طيارات رئاسة هكذا يقولون. اشترينا الطيارة ب 500 مليون دولار. كل المواقع والفضائيات المشبوهة واللجان الإلكترونية اللي شغالة على الموضوع ده على دماغ المصريين. الحقوا الوضع صعب والبلد بتعاني، والسيسي راح اشترى طياره ب 500 مليون دولار. بقى كل الناس بتتباكى اللي هم شله اياها على اسراف السيسي. واللي بيحصل ده بيفكرني الحقيقه باشاعه سابقه. الاشاعه دي تحدثت عنها قناه سي بي سي اكسترا في وقتها وسكاي نيوز عربيه. الاشاعه دي انتشرت تقريبا، سكاي نيوز كلمت في 27 ديسمبر 2019، سنة 2019. كان ساعتها انتشر فيديو ان او جابوا طيارة فيها يعني في الحمامات بالذهب او مي الذهب، كراسي حاجة ايه وحاجة حاجة صعبة جدا يعني. وقالوا شايفين طيارة السيسي؟ فخمة قد ايه؟ متظبطة ازاي؟ كل اللي يشوفها يعني يسأل ايه الحكاية؟ ايه الطيارة دي؟ ايه الفخامة دي؟ قنوات الاخوان راحت بتذيع بقى الفيديو بتاع الطيارة زي ما انتوا شايفين، اتمنى ان يعني يكونوا عارضين اخواننا، وبتحاول اثارة الناس. اتحركت الحقيقة بعض وسائل الاعلام سواء من عندنا من مصر او من بره، لكن انا هاخد الرواية المصرية، ماليش دعوة باكسترا نيوز، دي بتاعتنا. وكالة الانباء الفرنسية سكاي نيوز عربية نشرت في 27 ديسمبر 2019، جابت تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس اللي نزلت بعد الإشاعة دي والطيارة، عملت تحقيق حول هذه الإشاعة. إيه اللي استخلصته؟ قالت فيه في التحقيق ده اللي أجرته، قالت إن فيديو الطائرة اللي بيقول إن السيسي اشتراها سنة 2019 حاجة فخمة كده، ده فيديو مزيف، وان الطياره دي لا بتاعت السيسي ولا يعرفها ولا ليه علاقه بيها، لكن ده فيديو دعائي
لشركة أمريكية متخصصة بتجهيز الطائرات الفخمة من الداخل كان منتشر قبل الكلام ده وقبل ما يتزع الكلام ده بتسع شهور. خدوه الجماعة إياهم اللي ما يتسموش، رتبوا الأمور وأعادوا نشره على إنها طائرة السيسي اللي مش عارف إيه بالذهب والكراسي إيه والدنيا ماشية زي. لما فرانس بريس وكالة الأنباء الفرنسية نشرت الكلام ده وقالت ده تزوير وادعاء كذب، مفيش قناة منهم جرأت وقالت يا جماعة احنا بنعتذر للرأي العام. أبدا مفيش واحد فيهم خرج واعتذر للجمهور اللي بيخاطبه، صمتوا، أصابهم الخرس المبين، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. طيب الشائعة دي، ما هو الرئيس السيسي ده أصله إيه؟ حارق دمهم، فكل شيء شائع بقى نولع المصريين يمكن يعملوا، يعني بيرهنوا على إن عقلية المصريين يعني ذاكرة المصريين ذاكرة السمكة، يعني الناس ناسية كل حاجة عملناها. الشائعة دي اتكررت أكتر من مرة، أي فيديوهات في أي كلام، وكله بيدخل في صناعة الإثارة وإدارة الفوضى، بيتصوروا إن إحنا سذج. الكذابين دول رجعوا تاني يعيدوا لعبة الكذب وبوقاحة، المرة دي راحوا يرددوا نفس الكذبة بطريقة استخدام المعلومة وتوظيفها على طريقتهم وينشروا مزيد من الأكاذيب. وإيه بقى ما ينسوش بقى، رغم أن الأحوال الاقتصادية الصعبة في مصر كذا كذا كذا، لكن الرئيس السيسي اشترى طائرة بخمسمائة مليون دولار. طبعا وأنا قاعد كمواطن تعبان، ايه يا فندم 500 مليون دولار وجايبها ليه؟ ازاي يا فندم؟ ما انت عندك كم طياره موجودين؟ ده انت عندك اسطول طيارات يا سياده الرئيس، هو انت جايبها ليه يا فندم؟ ده كلام الناس، هم متصورين الناس هتقول كده. طيب خلينا نقول ان رئاسه الجمهوريه، اولا خلينا نقول ان الطياره دي مش للسيسي، دي طياره مؤسسه الرئاسه اللي هتشترى، وهقول لكم التفاصيل. رئاسه الجمهوريه ما عندهاش غير طياره واحده من 28 سنه، طائره متهالكه من طراز ايرباص. ايرباص ايه؟ تقريبا ايرباص 340. الطيارة دي شركة ايرباص بعتت وقالت وحذرت وقالت ان الطيارة دي اللي هي الايرباص 340 ملهاش صلاحية في نهاية 2023، السنة الجاية ملهاش صلاحية، يعني من دلوقتي بدأت دخلت مرحلة الخطر وعدم الأمان. وخلينا أقول لكم وأنا على يقين من هذه المعلومات أن رئاسة الجمهورية لا تمتلك أي طيارات أخرى يمكن استخدامها في الرحلات الخارجية. الطيارات الصغيرة الموجودة اللي هي من طراز فالكون أو مروحيات بلاك هوت اللي بيتنقل بها الرئيس مثلا يروح العالمين يروح مش عارف أسوان، دي طيارات القوات المسلحة بيستخدمها الرئيس ويستخدمها المسؤولين العسكريين، مملوكة للقوات المسلحة مش للرئاسة، وبيتنقلوا بها في الرحلات الداخلية وما تقدرش أكتر من كده. خلينا كمان نقول يا جماعة ان طيارة الرئاسة في اي بلد مش مجرد وسيلة نقل نشحن فيها ونمشي، لا دي بتحتوي على كافة الوسائل اللي بتتيح لرئيس الجمهورية والطاقم المعاون بتاعه انهم يمارسوا كل مهامهم ويديروا الازمات وهم في الطيارة. يعني مثلا فيها نظام اتصالات، فيها وسائل حماية ده رئيس الجمهورية يعني مش اي حد، فيها غرفة عمليات، أنا رايح رحلة ونازل في المملكة العربية السعودية بتواصل مع الطيران بعمل كذا بعمل كذا بعمل كذا عن في وضع في مصر كذا ابعت لي كذا، ده طبيعي، ده أمر طبيعي لأي طيار الرئيس أي دولة في بلد من البلدان المتحضرة. طيب لما شركة إيرباص قالت الطيارة اللي صنعناها من 28 سنة واللي خدتها مصر من 28 سنة لم تعد صالحة للعمل في 2023، كان إيه العمل؟ نسكت ولا نبحث عن طيارة تتوافق مع المعايير الطبيعية لرئيس الجمهورية؟ كان إيه العمل لما الرئاسة قدمت وقالت يا جماعة احنا لازم نشوف حل من دلوقتي الطيارة خلاص؟ الدولة المصرية تعاقدت سنة 2020 يعني قبل الأزمات الحالية على طيارة بوينج 747. طيارة بوينج 747 دي ب 500 مليون دولار. احنا تعاقدنا
بأقل من نصف ثمنها وبالتقسيط. يعني قيمة المبلغ اللي تعاقدت عليه رئاسة الجمهورية لطيارة جديدة مش 500 مليون دولار يا كدابين، إنما 240 مليون دولار. ليه؟ لأن رئيس الجمهورية قال إيه؟ قال لا أنا مش عايز البهرجة، هم 500 مليون دولار ده ما تخصنيش، أنا عايز أقل تجهيزات وأقل يعني إمكانيات تبقى مطلوبة فيها. فضلوا يتفاوض لغاية ما نزلوها ل 240 مليون دولار. الكلام ده كلام واضح وكلام محدد. زي ما بقول لكم الطيارة دي متعاقد عليها من 2020، وزي ما بقول لكم إن الثمن وبالتقسيط المريح 240 مليون دولار. وزي ما بقول لكم مش الطيارة دي فيها إمكانيات هائلة، لكن الرئيس قال لا لا أنا عايز بأقل قدر من الإمكانيات. 500 مليون دولار لا، يمكن فاكرين أمير قطر لما أهدى الرئيس أردوغان طيارة ب 500 مليون دولار، الرئيس لما عرض عليه الأمر رفض الكلام ده وقال يا جماعة أنا عايز تنزلوا على قد ما تقدروا، فنزلوا على قد ما قدروا وبالتقسيط المريح 240 مليون دولار مش 500 مليون دولار يا كدابين. طبعا زي ما بقول لكم دي مش طيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي طيارة مؤسسة الرئاسة المصرية، رئيس أقدم بلد في العالم. من المؤكد إنها تبقى طيارة معقولة، يعني الراجل مش عايز أي حاجة. إذا احنا قدام ثلاث أكاذيب. الأكذوبة الأولى إنه لا يوجد أسطول طيارات ولا يحزنون. الطيارة الحالية شغالة من 28 سنة، يعني تقادمت وأهلكت، وده اللي خلى شركة إيرباص بتقول لهم بنهاية 2023 الطيارة دي ستصبح غير صالحة للطيران، ولو طارت أكتر من كده يبقى مفيش أمان. الأكذوبة التانية مفيش عندنا طائرات تانية للرئاسة غير طائرات القوات المسلحة الصغيرة اللي بيتم التنقل بيها في الداخل. الأكذوبة التالتة إن المبلغ هو 240 مليون دولار بإمكانات أقل بكتير جدا من غيرنا. على فكرة عايز أقول لكم الرئيس روبرت موجابي رئيس موزمبيق اشترى سنة 2015 طيارة ب 400 مليون دولار. ب 400 مليون دولار. إحنا زيمبابوي إحنا أمام كمية من الشائعات لا حصر لها، وده طبيعي، احنا عارفين ان هذا البلد مستهدف وفاهمين كويس قوي الميديا بتشتغل ازاي بره ومين وراها ومين يدفعها الى الامام. بعض الناس يقعد ويردد هذا الكلام، وانا بقول بس يعني لاخواننا اللي بيرددوا هذا الكلام حتى ولو بحسن نية ارجوك تخضع عقلك للتفكير. للرئيس السيسي عايز الرفاهية اللي البعض بيتصورها، هو عايز البلد تبقى متحضرة وتبقى فيها إنشاءات وفي دولة حديثة. احنا مصر يا جماعة دولة حديثة، وفي نفس الوقت ده ما بينسهوش إجراءات الحماية الاجتماعية هكلمكم عليها بعد شوية، لأن النهاردة أول يوم يطبق فيه موضوع الزيادة من 100 ل 300 في التموين. وعلى فكرة الحزم الحمايه الاجتماعيه مستمره والرئيس كل يوم والتاني بيعمل حاجه. فانا عايز اقول انه النهارده انت بتاخد حاجه ممكن تبقى طبيعيه تماما في اي بلد، في اي بلد. وانا بضرب لكم مثل بروبرت موجابي طياره سنه 2015 ب 400 مليون دولار، النهارده الطياره في 2020 ب 240 مليون دولار، لانه غالبيه الامكانيات العاليه قوي الرئيس قال مش عايز الكلام ده. انا باخد درس من ده ايه؟ ان الحرب لن تنتهي ضدنا. ما هو طلعوا لنا من كام يوم فيديوهات قديمه لكنايس وغيره قال لك الحق الكنايس بتتحرق، فيديوهات قديمه زي اللي حصل في اسيوط وغيره وغيره وغيره، يجيب لك حاجات قديمه ويركبها على جديد ويقول لك مظاهرات في الفيوم. يا عم ما فيش حاجة، لكن ده إعادة إنتاج
سيناريو الفوضى مجددا، في إدارة بتدير الفوضى، لكن على مين؟ هذه فوضى تلفزيونية. الشعب المصري شعب واعي ويدرك تماما، وشاف اللي بيحصل في البلاد الأخرى إيه. والله اللي حصل في العراق الشقيق واللي حصل في ليبيا الشقيقة اليوم اللي فاتوا يخلينا نعرف قيمة جيشنا العظيم، قيمة شرطتنا العظيم، وقيمة القضاء النزيه اللي تصدى للفوضى وتصدى للتخريب من البداية وتصدى لمؤامرات الجماعة الإرهابية. وكان كل قاضي يطلع ويتصدى. وأنا على فكرة بالمناسبة دي، بمناسبة انتهاء مدة المستشار محمد شيرين فهمي اللي تصدى بكل شجاعة وبكل قوة، بلغ 70 سنة مع انه ما بيبانش عليه، انا بحييه، رجل شجاع وعادل التزم بالقانون وبضمير القاضي، اتاح الفرصة للجميع، اصدر براءات عن ناس تنتمي للجماعة لانه لم يكن لديها دليل، لكنه ابدا لم يخالف ضميره ولا القسم الذي اداه، ولم يخرج ابدا عن انه قاض عادل تصدى في أوقات صعبة لهذا الكم من الجرائم وحمل على عاتقه إلى جانب آخرين الكثير من التصدي للقضايا الإرهابية. بلدنا عظيمة، وبلدنا وجيشنا وشرطتنا وقضائنا وكل مؤسسات الدولة وقيادتنا، الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي مش جديد عليه هذا الموقف الوطني في دفاعه عن البلد وتصديه لكل من حاول المساس بأمن واستقرار مصر. هذه قضيته، زي ما هي قضية الجندي، زي ما هي قضية الضابط، زي ما هي قضية القائد في الميدان. بلدنا برغم كل الظروف الصعبة التي لا أنكرها والأوضاع الاقتصادية التي لا أنكرها، لكن أن يبقى في إجراءات وأن في محاولة لحل كثير من المشاكل زي ما احنا شايفين هذه الايام، وفي قياده سياسيه بتتابع كل كبيره وصغيره، ده بيدينا امل بان احنا هنخرج من الازمات الاقتصاديه الى ما هو اقوى. ومصر اللي قال عنها الرئيس السيسي في ابريل 2013 وفي عز زمن الاخوان، مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وباذن الله هنتحمل الظروف الصعبه. يا جماعه شوفوا بلاد زي فرنسا، دي فرنسا أممت الكهرباء، أممت الكهرباء، رجعت التأميم مرة أخرى، اللي كانوا بيتكلمونا على مش عارف عهود سابقة وعهد عبده، رجع التأميم من أجل مصلحة الشعب. وألمانيا وغيره وغير بريطانيا طالعين بيقولوا لهم انتظروا إنكم تتجمدوا زي التلج في هذا الشتاء عشان الغاز وعشان كذا. أنا ما بقارنش نفسنا بالآخرين ولا غيره، يعني كل له ظروفه وكل له راتبه وكل له أزماته، لكن أنا بقول رغم الظروف الصعبة بلدنا واقفة على رجليها، والقيادة السياسية زي ما قال الرئيس السيسي في يوم من الأيام لو أقدر، وقالها لكبار المسؤولين وقالها للشعب، لو أقدر أخلي مرتب كل مصري 20 أو 30 ألف جنيه لن أتردد في ذلك. تعالوا بقى نشوف الواقع الآن ودانا لفين وحيودينا لفين. وأنا ما بقولش الدنيا حلوة وآخر حلاوة، لا، أنا بقول عندنا مشاكل وعندنا أوضاع صعبة والبعض بيتباطأ في القرارات، لكن عندنا أمل وعندنا خطة وعندنا رؤية استراتيجية وعندنا قوة فاعلة على الأرض وعندنا فاعلين حقيقيين بيحاولوا يبنوا البلد دي بدمهم وبعرقهم وبكفحهم. زي ما بقول لكم النهارده، يعني بدأ تطبيق الزياده اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي قال هي نتاج المطالب اللي كانت في الامانه العامه للحوار الوطني، ودي اول استجابه الحقيقه للرئيس، لانه في تقديري ان الحوار سيحقق مكاسب، بس يعني ايه، خلينا نشوف كده واحنا بنتحاور برضه مصلحة الدولة، الثوابت الأساسية دي ما فيهاش مساس، نتكلم ونناقش ونقول عايزين القانون الفلاني وغيره، ما عندناش مشكلة في أي حاجة، ده طبيعي. عايز أقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولى
رئاسة الدولة في عام 2014 حاطت قضية تحسين حياة المواطن المصري على أجندة الدولة المصرية وعلى أولوياتها. وكان طبيعي في ضوء كده أن الدولة تسعى أنها تعمل مثلا شبكة حماية اجتماعية سواء من خلال برامج متعددة هدفها تطوير وتحديث شامل لكل الخدمات، الدعم اللي بيحصل عليه المواطن، بنراعي التوزيع الجغرافي للخدمات، بنوفر هذه الخدمات على مستوى الجمهورية. لما أطلق برنامج الإصلاح الاقتصادي سنة 2016 3 نوفمبر 2016 كان طبيعي وانت بتعمل الإصلاح الاقتصادي انت عارف هيبقى له آثار اجتماعية صعبة، لكن القيادة السياسية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية، ولما تتوالى الأزمات جت لنا كورونا وجت لنا الأزمة الأوكرانية وبتاع وحصل ضغوط إضافية على المواطنين، الدولة حرصت على أنها تقدم كمان شوية حوافز اجتماعية استثنائية. اتعملت حزمة استثنائية للحماية الاجتماعية، الدولة نفذتها، الرئيس السيسي وجه بدعم الأسر الأولى بالرعاية. والله أنا عجبني أول مصطلح ده، بدل ما نقول أكثر فقرا وغيره، احتراما لكرامة المواطن. مثلا اتوقع بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ده تحالف جميل من جمعيات كبيرة يعني، عشان يتولوا تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن انهم يوفروا الحزمة الاجتماعية الجديدة عشان يدعموا الأسر الأولى بالرعاية. عشان كده تم الاتفاق على تنفيذ الآتي: نمرة واحد، زيادة عدد الأسر المغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 مليون أسرة، يعني تشمل حوالي تقريبا 22 مليون مواطن، وده لأن احنا ضمينا 900,000 أسرة عشان تستفاد من برنامج الدعم النقدي المشروع. طيب نمرة اتنين، وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتوفير الدعم النقدي ل 500,000 أسرة من بين 900,000 أسرة اللي هيتم ضمها لبرنامج تكافل وكرامة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي هيوفر الدعم النقدي لحوالي 420,000 أسرة، بالإضافة إلى قيامه هو برضو أيضا بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180,000 أسرة، وبكده يكون عدد إجمالي الأسر اللي سيتم دعمها من التحالف حوالي 600,000 أسرة. أنا بقول الأرقام دي مهمة جدا عشان نعرف اللي حصل، مش كل الناس عارفة التفاصيل يا جماعة، مش كل الناس عارفة تكلفة ده إيه. طيب الدعم ده هيكون من خلال تمويل ذاتي كامل من ميزانيات المؤسسات اللي هي أعضاء بالتحالف، مع مراعاة اختيار الأسر المستحقة، يبقى ده موجود كويس، وتنظيم آليات محكمة للتنفيذ، ما تبقاش المسألة هيصة. طيب عاوز أكلمكم كمان عن قرار الرئيس بتأجيل زيادة أسعار تذاكر القطارات اللي كان المفروض تتنفذ بنسبة 25%، وبحد أقصى كان مفروض يعني خلال يوليو الماضي. الرئيس تدخل وأوقف الزيادات وعمل إيه بقى؟ حملها على موازنة الدولة لخفض الأعباء على المواطنين. كمان ما تنسوش قرار الرئيس اللي هو كان في 14 يونيو 2022، اللي هو أجل فيه رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، وده هستفيد منه إيه؟ 17 مليون شقة هيستفيدوا من هذا القرار. طيب السيد المهندس وزير البترول أعلن منذ فترة أن الدولة نجحت في توصيل الغاز إلى 1450 قرية، تاني 1450 قرية مش مدينة، ودي كانت المرحلة الأولى في مشروع حياة كريمة.
وده بيخفض من يعني تكلفة المعيشة لعشرات الآلاف من الأسر. ليه؟ في فرق بين تكلفة أنبوب البوتاجاز والغاز الطبيعي، ده بيبقى لصالح المواطن. كمان الرئيس وجه في مطلع شهر أغسطس بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين التحق بالجامعات الأهلية، والدولة هنا بتتحمل نسبة من المصاريف كمان مع استمرار المنح المجانية للمتفوقين. بلاش ده. يوم 4 أغسطس اللي فات الرئيس وجه برفع الدعم الموجه لمبادرة إنهاء قوام الانتظار اللي هي المرضى، يعني حوالي 600 مليون جنيه ادتها الدولة. المبادرة دي نجحت حتى الآن في إجراء 1.2 مليون عملية جراحية بتكلفة 11.6 مليار جنيه من خلال حوالي 477 مستشفى. طيب أما عن سعر الخبز، في 21 مارس 2022 شمل قرار رئيس الجمهورية جميع المواطنين المصريين بأن حدد سعر الخبز الحر والفينو منع للتلاعب التجار. القرار حدد ثمن العيش اللي هو المميز، اللي هو مميز 72% وزن 45 جرام، ده ب 50 قرش. العيش ال 65 جرام ده ب 75 قرش. رغيف الفينو 40 جرام ده ب 20 قرش. رغيف الفينو 60 جرام ده ب 75 قرش. وابو 80 جرام ده بجنيه. ده حددوا بدل ما المسألة كانت تبقى فوضى. أما عن زيادة مخصصات التموين والسلع، الدولة ضخت في موازنة العام المالي 2022-2023 حوالي 32 مليار جنيه في منظومة التموين، بما يرفع إجمالي مخصصاتها إلى 55 مليار جنيه. كمان زيادة مخصصات الدعم جاءت لمواجهة أسعار السلع العالمية، وبموجب هذه الزيادة خفضت أسعار اللحوم البرازيلية إلى 72 جنيه للكيلو بدل من 90 جنيه، ووزع منها 475 طنا على المنافذ في أنحاء الجمهورية. وزارة التموين بدأت في إبلاغ أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة الدعم الاستثنائي المقرر ليهم بناء على توجيهات السيد الرئيس، بتنفيذ حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية من خلال رسالة نصية على بون صرف الخبز بتفيدهم بقيمة الدعم المخصص ليهم واللي هيتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من النهاردة بداية سبتمبر 2022. الحزمة الإضافية دي بتتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، مبلغ 200 جنيه للبطاقة اللي بتشمل أسرتين أو ثلاث أسر، والبطاقة اللي بتتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه إليها. وزارة التموين بتتيح توفير العديد من السلع وأصناف المنتجات الغذائية وغير الغذائية بيتم صرفها على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين. فمثلا لو واحدة من الأسر الأولى بالرعاية بتحصل على دعم بقيمة 200 جنيه مع إضافة 100 جنيه كدعم استثنائي، ممكن تحصل على السلع بقيمة إجمالية يعني إجمالي الدعم المخصص ليها. طيب ده عن التموين. خلونا نتكلم عن سعر الدولار الجمركي. سعر الدولار الجمركي ده بيحدد أسعار السلع المستوردة، وبالتالي انخفاض سعره بيؤثر على أسعار كافة السلع. مع بداية الأزمة حددت وزارة المالية سعره عند 16 جنيه للدولار بفارق نحو 10% عن سعر الصرف الرسمي. تعالوا نتكلم عن أصحاب المعاشات اللي هم حوالي أظن 10 مليون و7 من 10 تقريبا، يعني في
في 21 اللي فات الرئيس أصدر حزمة من القرارات الاجتماعية لو تفتكروها كلها بتستهدف رفع أجور موظفي الدولة وأصحاب المعاشات. طيب إذا قلنا إن عدد موظفي الدولة دلوقتي حوالي 5.2 مليون، كل واحد فيهم بيعول في المتوسط حوالي 4.2 فرد، ده يعني رفع دخول لما زودنا حوالي 22 مليون مصري. أصحاب المعاشات عددهم 10.7 مليون مواطن، هكلمهم بمعدل 2 فرد في المتوسط، ده يجعل المستفيدون أو المستفيدين من الحزمة يصل إلى أكثر من 40، حوالي كده 40 مليون مواطن بشكل مباشر. ما أعرفش 20 ولا 40 مليون، المهم أجي أتكلم على حزمة إجراءات أخرى. أنا عندي 190.5 مليار جنيه اترصدت لرفع المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيه في بداية أبريل الماضي. عندي زيادة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية كانت بحوالي 8% بحد أدنى 100 جنيه شهريا بداية من أبريل الماضي. منحت الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية يعني فئات مالية مقطوعة اعتبارا من أبريل الماضي. الدولة رفعت دخول المواطنين عبر خفض الاستقطاعات الضريبية من رواتبهم، رفعت مثلا حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه بما يساوي زيادة شهرية حوالي 500 جنيه. دبرت 7.2 مليار جنيه، حوالي 7.2 لإضافة 450 ألف أسرة للمستفيدين من تكافل وكرامة بما يفيد حوالي 2 مليون مواطن. أما عن تقوية شبكات الحماية الاجتماعية ودعم محدودي ومتوسط الدخل، الدولة قامت باتخاذ خطوات غير مسبوقة في الإصلاح والبناء. ده تم من خلال رؤية متكاملة بتهدف إلى رفع تحسين حياة المواطن في المجالات التنموية والبنية التحتية والمياه النقية والمسكن المناسب وتطوير المناطق العشوائية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة وتمكين المرأة وتمكين الشباب. الدولة عملت على رفع منظومة الحياة الاجتماعية بحيث يتم ربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وبيجري تقييمها وفقا لآلية واضحة لقياس كفائتها بما يضمن تحقيق إجراءات الحماية الاجتماعية. كمان الدولة أقرت قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 اللي أكد على استقلالية هيئة التأمينات. وفقا للقانون يتم دمج هيئة التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية وبتكون تابعة لإدارة واحدة بهدف تقديم خدمة أسرع وأفضل للمواطن وأنهم يجابوا أعباء صرف المعاشات اللي بيتعذب فيها الناس خاصة كبار السن. الدولة قامت بحزمة من البرامج والمبادرات عشان يحسنوا جودة حياة المواطن، ومنها مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، مشروعات الإسكان الاجتماعي المحدود ومتوسط الدخل، إصلاح تشوهات يعني منظومة الدعم عشان نضمن أنه يوصل كويس للمستحقين. وكمان أطلقت مبادرات زي تكافل وكرامة، زي حياة كريمة، وزودنا الأجور، المعاشات، كله ده عشان يتواكب مع ارتفاع السلع والخدمات. الدعم النقدي الموجه لتكافل وكرامة والمنح اللي خدتها العمالة غير منتظمة على سبيل المثال، يعني تقريبا في عام يعني مثلا تعالوا نشوف، ارتفعت من 2% في عام 2011-2012 إلى 6% في الوقت الراهن. مخصصات التموين ارتفعت من 20% عام 2011 إلى 27%. تم إطلاق البرنامج القومي للسكان اللي بيسعى إلى زيادة عدد الوحدات السكنية إلى 1.1 مليون وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي
اللي احنا شايفينه قدامنا، يعني عشان الدولة تسعى لتوفير سكن ملائم لكل المواطنين وكافة الفئات الاجتماعية. وعشان كده اتعملت مبادرة التمويل العقاري بدعم عمله البنك المركزي حوالي تقريبا 100 مليار جنيه بيستهدف المواطنين من محدودي ومتوسط الدخل. مناطق العشوائية اللي انتم شايفينها يا جماعة، مناطق الخطرة، كل ده هدفه ايه؟ انك توفر بيئة ملائمة للمواطن. شفنا اهم مشروعات تطوير في المنطقة، شفنا مثلث مزبيرو، شفنا تل العقارب، شفنا منطقة عين الصيرة، شفنا سور مجرى العيون، شفنا نقل سكان عزبة الصفيح لمشروع المحروسة، شفنا منطقة ستابل عنتر، شفنا منطقة الكباش، كله ده مش قليل. التأمين الصحي الشامل، توفير العلاج لكل المواطنين، ده كان هدف استراتيجي للدولة من البداية. ما احنا التأمين الصحي كان مركون من زمان، مركون جه. مبادرات رئاسية بتطلق، هي حياة كريمة واللي عاملاها في الريف وفي القرى هي قليلة. هدفه ده كله ايه؟ انك تخفف عن كاهل المواطنين في كل التجمعات. قيادة عارفة حاجة الريف وعارفة المناطق العشوائية وعارفة المشاكل في الحضر، وعشان كده بتستهدف التنمية الشاملة في التجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر في كل منطقة. التنمية الشاملة دي مسألة مهمة جدا للارتقاء بمستوى الأسر، وعشان نوفر فرص عمل وندعم استقلالية المواطنين ونحفزهم على النهوض بمستوى معيشتهم. مش كده وبس، الدولة استحدثت عدة مبادرات لدعم المصريين بمختلف طبقاتهم. حملات ما يغلاش عليك بهدف التقليل للأسعار، عاوزة تقلل الأسعار، كلنا واحد بتاعت الداخلية، حاجات كتير، مبادرات بتهدف لدعم المواطن، مبادرة مصر بلا غارمين، المشروع القومي لحماية الأطفال دون مأوى، مبادرة بالهنا والشفا، صندوق العطاء، احنا معاك، دكان الفرحة، وغيرها، مبادرات عديدة جدا. الهدف الحقيقي لمصر، عشان طولت عليكم في النقطة دي، وكان ضروري الحقيقة أقول لكم الحكاية دي، لازم نعرف ولازم نتذكر البلد دي عملت إيه. أنا حاسس بمشاكلكم، ما احنا كلنا من نفس الطبقات، بنروح البلد نقعد على المصطبة، ولسه يعني الحياة الريفية موجودة معانا، وحاسين بالناس وأوجاع الناس وألام الناس ومشاكل الناس، بس حاسين برضو أن القيادة السياسية شغالة ومش قاعدة ساكتة وبتحاول تعمل جودة في الحياة وتعمل مستوى حياة كريمة. يمكن الأسعار تعب الناس وتعب حاجات كتير ومرتبات مش مقضية، لكن بنتحمل الظروف أساسية من بره اللي حصل ده. ومع ذلك أنا قلت لكم في حلقة الماضية معدل النمو وصل كام، واحنا مركزنا كام بالعالم، والدنيا ماشيه ازاي، وكله بيعاني، كله بيفرفط مش بيعاني بس، احنا مستوره معانا لغايه دلوقتي، وهتتستر باذن الله بفضل كل اللي بيحبوا البلد دي. البلد دي هتقف على رجليها وربنا هيكرمها، والامل موجود عندنا وسابقه موجود. فاصل ثم نعود اليكم مره اخرى. المصريين رجاله ومبدعين وقادرين ولديهم الاستعداد انهم ينفذوا كل المهام الصعبه. للمره الثانيه خلال 18 شهر ابطال قناه السويس بينجحوا في تعويم ناقله بتروليه عملاقه بعد ما جنحت في المجرى الملاحي للقناه. عمليه التعويم ما استغرقتش ساعات، تعامل معها الابطال بكل احترافيه ومهاره، وسرعان ما تمت استعاده الحركة الملاحية داخل قناة السويس للسفن اللي كانت موجودة ومركونة ومنتظرة. الحقيقة ناقلة البترول جنحت ناحية نفق الشهيد أحمد حمدي، وكانت رفع علم سنغافورة، وأوقفت الملاحة بالكامل، تسبب في تكدس عدد من السفن في حدود حوالي كان الساعة 7:15 مساء. كانت جاية من البرتغال وفي طريقها لميناء ينبع في المملكة العربية السعودية. النقلة كان طولها حوالي 250 متر وجنحت في عرض القناة زي ما حدث مع السفينة البنمية لو تفتكروا. ايفر جيفن. بعد 5 ساعات بالضبط انتظمت حركة الملاحة
وانتهت المسألة وتم عبور 57 سفينة. أنا بوجه التحية إلى هؤلاء الأبطال الذين يستحقون كل التقدير والاحترام، وفي مقدمتهم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. دايما بنقول الإعلام يجب أن يكون مع الحدث. حكاية المحظورات والخطوط الحمراء دي مسألة تعوق الإعلام وتعمل مشاكل كبيرة جدا. الانفتاح اللي موجود في الإعلام اليومين دول يعني متوقف على الوسيلة الإعلامية وعلى المذيع ذاته. يا سيدي اتحرك واعمل شغلك وقول كلمتك للتاريخ وكون في الحدث مع الآخرين. ما ينفعش نبقى ورا الناس يا جماعة، احنا إعلام مصر، احنا اللي ادينا دروس للجميع. عشان كده انا اتبسطت وسعدت جدا لما لقيت عدد من الصحف والقنوات العالمية ومواقع إخبارية بتنقل عن قنوات إخبارية مصرية. ده حصل في اليومين اللي فاتوا لما صحيفة الجارديان البريطانية وقناة اي بي سي الإخبارية ومواقع تانية عديدة نقلوا عن سي بي سي اكسترا نيوز الخبر الخاص بجنوح السفينة في قناة السويس، ونقلوا تصريحات الرجل اتكلم ليهم كان جورج صفوت، استاذ جورج صفوت اللي هو المتحدث باسم قناة السويس. ودي كانت حاجة مهمة جدا ان احنا نبقى موجودين في الصحافة العالمية وموجودين في وسائل العالمية ونبقى احنا المصدر. ليه؟ لان القناة الزميلة اتحركت بسرعة ونقلت الحدث بسرعة وراحت على الهواء وبين احنا المصدر الاساسي. عايزين كل وسائل الاعلام المصري تبقى كده، نبقى كلنا موجودين في الحدث ونبقى احنا مصدر الخبر مش المراسل الاجنبي اللي موجود هنا، لانه في كثير من الاخبار ما بتكونش دقيقه وما بتكونش صحيحه. فلما احنا نبقى موجودين في الحدث ما عندناش اي محظورات ولا مخاوف ولا غيره، خصوصا ان الرئيس السيسي اتكلم اكتر من مره يا جماعه، وقال انا يعني اتمنى ان يكون اعلامنا قويا ومعبرا. احنا مطلوب نعمل ده بمبادرات، ننزل للمواقع ونتابع الاحداث ونبقى موجودين ونبقى احنا المصدر الخبري الاساسي. يعني زي ما انا قلت لكم دلوقتي لما قناه زي اكسترا نيوز قبل كده جابت الفيديو ده وورت القديم وورت الجديد في موضوع الطائره القديمه اللي قبل كده وقالت ان ده حاجه دعائيه، ده شيء كويس لينا كمصريين ان احنا اللي نتصدى مش نستنى غيرنا هو اللي يجيب الكلام، ودايما الكلام بيبقى مبتور، انما احنا لما بنتكلم بنتكلم بشكل مهني راقي وبموضوعية وأيضا حرص على مصلحة الدولة المصرية. وجع العراق يؤلم كل مصري، ووجع ليبيا يؤلم كل مصري، ويؤلم كل عربي، لأننا أشقاء، ولأن هذا الوطن وطننا، ولأن هذه الأمة أمتنا، من المحيط الهادر للخليج الثائر. وكان دايما عبد الناصر يتكلم بهذه اللغة، ولما جه الرئيس السيسي وعاد اللغة القومية مرة أخرى وبدأنا نتكلم عن الأمن القومي اللي كنا نسيناه لفترة طويلة، كل لا يتجزأ، والقضية الفلسطينية تعود لتصبح قضيتنا المركزية مرة أخرى، والأوضاع اللي في المنطقة نبقى معنيين بها وسعين إلى استرداد العواصم التي خطفت منا فيما سمي بالربيع العربي في أوقات سابقة. ما حدث في العراق يدمي القلوب، فوضى عارمة، إطلاق رصاص، أناس يتساقطون، قصر رئاسي يقتحم، مجلس وزراء يقتحم، البرلمان يقتحم، الميليشيات تتصدى وتطلق الرصاص، وبقينا نشوف العراق مقسم إلى شيع وأحزاب وطوائف. مش هو ده العراق، مش هو ده العراق القومي العروبي الذي كان معنيا بالقضية الفلسطينية بالأساس، مش ده. ولذلك الحقيقة دايما بيبقى قلبنا مع العراق. ويمكن الرئيس السيسي اجتمع أكتر من مرة مع رئيس الوزراء العراقي،
مصطفى الكاظمي، اللي الحقيقه الراجل ده بيتحمل عبء كبير جدا في المواجهه، زي ما الجيش الوطني الليبي بقياده المشير خليفه حفتر بيتحمل الكثير من مشاكل وازمات. وعجبني قوي كلام المشير خليفه حفتر الايام اللي فاتت لما قال ان الجيش لن يترك يعني هذا العبث اللي موجود على الساحه، لانه رقم اساسي. وهيكون معانا بعد شويه زميلنا الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، وهو خبير في الشؤون الليبيه وليبي شقيق. اوضاعنا صعبه، ومصر دايما بتحاول تتواصل سواء مع ليبيا او سواء مع العراق او سواء مع اليمن، اليمن الجريح، اليمن الذي يعاني من الازمات والمشاكل والتدخل الخارجي، مع سوريا، مع لبنان، مع كل بلد عربي. هذا قدرنا، احنا دولة محورية واحنا الشقيق الاكبر لكل هؤلاء، السودان وغيره وغيره كتير. لكل ذلك الحقيقة لا حل للعراق الا بعودة وحدته الوطنية، لا حل للعراق الا بوقف التدخلات الخارجية من ايران او غيرها، لا حل للعراق الا بتكاتف العراقيين على قاعدة وطنية مش على قاعدة طائفية ولا عرقية. العراق القوي قادر على استعادة عافيته، وبإذن الله ستعود وسيعود العراق لنا بلدا قويا قوميا قادرا على أن يكون رقما مهما في معادلة المنطقة والشرق الأوسط. الحقيقة يعني جانا رد من اللي هو هشام نظمي اللي هو مصفي بتاع الحديد والصلب، والحقيقة أنا أعرف هذا الرجل من فترة، الشخصيات الوطنية والشخصيات النزيهة والمحترمة اللي كان ليه موقفه في فترات سابقة. الحقيقة يعني اتكلم عن الحديد والصلب، قال أولا احنا ما بنبيعش خردة لحد، كل الخردة بتذهب إلى شركة الدلتا للحديد، والعربيات اللي بتطلع بالاساس كلها بتروح على شركه الدلتا. نعم حصلت محاولات سرقه في اوقات سابقه وغيره، ولكن الان شركه الدلتا هي اللي بتاخد الحديد. اتكلم عن اللوط المباع ان هو خط انتاج مش خرده، السعر المباع به هو ضعف متوسط تقييم خمس مكاتب معتمده من البنك المركزي. يعني خمس مكاتب قالت 50 مليون تقريبا، هو إدارة شركة أو المصفي استطاع أن يصل بالمبلغ إلى 93 مليون و700 ألف، وده شيء كويس. كل مبيعات شركة بتباع بهذا الأسلوب، كانت بتباع قبل كده بالمظاريف المغلقة وده ما حققش نجاح، وكان ده بيتم مع احتكار لخبير واحد لعملية المزادات. تم تغيير النظام ده وأصبح نظام علني، تم تحقيق عائد أكبر بكتير، وتم رفع سعر طن الأتربة لشركة من هذه الشركات بتاريخ 3/8 من 180 للطن إلى 240 للطن، وده لكمية حوالي 300,000 طن. طبعا التسعير بيتم للكمية المتعاقد عليها وهي 1,800,000 طن، بما يعني الارتكان الى اساليب الشفافيه والنزاهه. ده الحقيقه اللي جانا من شركه الحديد والصلب، وشركه الحديد والصلب لها معزه خاصه عندنا، وكنا نتمنى ان تستمر الشركه، ولكن نحن الان في اطار التصفيه. نتمنى بالفعل يعني زي ما بيقول سياده اللواء هشام نظمي ان تتم على قواعد الشفافيه، وكل حديده في هذا المصنع هي من عرق ودم العمال. حول العمال لازم نحرص عليها ونخلصها بشكل كامل، ونحرص على ان ياخدوها في الوقت المناسب. عمليات البيع لازم تتم بشفافيه كامله، دي اموال دوله، واحنا على ثقه ان واحد زي اللي هو هشام نظمي، وانا بقول لكم بعرفه من فتره طويله الحقيقه، هو من الرجال المخلصين اللي اتمنى بالفعل انه عمليه التصفيه تتم بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية. صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي
يعني مستمر، راح عمل لقاء بحضور محافظ مطروح اللي هو خالد شعيب وعدد من طلاب جامعة حلوان مع بعض المتعافين من الإدمان. تقرير ثم نعود. انطلاقا من دوره المجتمعي والإنساني في مناهضة ظاهرة الإدمان وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات ختام المعسكر التدريبي الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع جامعة حلوان بمحافظة مطروح، وذلك لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الطلبة والطالبات بالكليات المختلفة بالجامعة ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات، والتي تستهدف تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات بمحافظات مصر المختلفة، وذلك من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق، والذي وجه السيد الرئيس بإنشائها لتوفير الدعم الكامل لمرضى الإدمان ومساعدتهم على التعافي والاندماج في المجتمع من جديد. النهاردة بنحتفل بوجود 150 طالب موجودين من جامعة حلوان لعمل تطوعي للاشتراك في التوعية عن مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، ومن خلال التقرير اللي تم عرضه النهاردة أن وصل 4000 طالب متطوع من جامعة حلوان بإجمالي على مستوى الجمهورية زي ما قال الدكتور عمرو عثمان ما يقرب من 32000 متطوع شاب. النهاردة احنا موجودين دور توعوي بالأساس، متواجدين وسط 150 شاب متطوع جديد بينضموا إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على أرض مرسى مطروح، تم تدريبهم على مدار الخمسة أيام الماضية. قضية المخدرات هي قضية بتمس الشباب بشكل مباشر، وإحنا لدينا قناعة إن لا يمكن مواجهتها إلا من خلال الشباب وإلا من خلال إعداد قيادات شابة تقدر إنها يعني توعي وتنشر الرسالة ويكونوا سفراء لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. الحقيقة إن إحنا خلال تجربتنا في صندوق مكافحة الإدمان لقينا إن أفضل حد ممكن ينقل التجربة ديت ويشتغل عليها بشكل قوي جدا ويحاول إن هو يوصل الرسالة هم الشباب، علشان كده إحنا بنحاول بقدر كبير جدا إن إحنا نستقطبهم نستوعبهم نقدر إن إحنا نشتغل عليهم نستثمر في قدراتهم بشكل كبير، نحاول ان احنا ننمي ابداعاتهم المختلفه. ابتديت مع الصندوق نزلت دورات ونزلت محاضرات كانوا بيعملوها ونزلت النهارده المعسكر، ما كنتش واثق ان انا هاجي قوي بس قلت لا هجرب عشان كان عدد كبير جدا مقبل على الست ايام اللي هم في مطروح هنا مجانا. خدنا تدريبات كتير قوي زي تدريبات التعاون ان احنا نقدر نتعاون مع ناس وازاي نقدر نختار الصديق الصح والصديق الغلط ودور الاسره، لان دور الاسره مهمه جدا في حياه اي حد مدمن. بناخد ورش عمل ومحاضرات عن المهارات اللي نكتسبها في حياتنا زي حل المشكلات والتعبير عن الذات والحياه الجماعيه وازاي ده كله نطبقه او نوظفه في اننا نرجع لمظاهرات الادمان. كما تضمنت الفعاليات تخريج دفعه جديده من المتعافين من مرض الادمان حيث اشادوا بالدور الايجابي والانساني للمركز في مد يد العون لهم والذي بفضله كتبت لهم شهادة ميلاد جديدة. يعني الحمد لله والفضل لربنا، أولا أنا النهاردة سلوكي مختلف عن أيام الإدمان، أيام ما كنت بحارب برا مرض ما كنتش عارف أحارب لوحدي، بس هنا علموني مهارات إن أنا النهاردة أقدر أحارب بيها وأقدر أغير سلوكي وعطوني النهاردة حافز إن أنا أتقدم النهاردة وخلوني النهاردة إن أنا بقى ليا هدف في الحياة. حقيقة والله من ساعة ما خدت المخدرات وأنا إنسان ماليش أي أهداف، فاشل في كل حاجة. النهاردة الحمد لله في مركز العزيمة، ربنا كرمني بالمركز دوك إن هو يخليني بني آدم جديد وأطلع للحياة قابلها بشروطها. شمس الدين العربي، حقائق وأسرار. أمس ودعنا واحدا من الشباب المخلصين الوطنيين، إنه الإعلامي والبرلماني جلال عوارة. جلال عوارة الذي متعنا دوما بتقديم برامجه في مسبيرو. جلال عوارة الذي دافع في لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن كل القيم الأصيلة. هذا الإنسان الخلوق الهادئ الجريء من أجل الحق. جلال عوارة عرفته منذ سنوات، كان رمزا لكل ما هو جميل. رحل هذا الشاب فجأة، شيعته
كل الفئات الاجتماعية الشريفة وزملائه والإعلاميين في طنطا. البقاء لله، رحم الله جلال عوارة وألهم أسرته الصبر والسلوى. رحل في صمت مثلما عاش هادئا مستقرا بعيدا عن ضجيج المشاكل والأزمات. إنه الإعلامي القدير جلال عوارة الذي غيبه الموت بالأمس إثر إصابته بأزمة قلبية. اختطفه الموت عن عمر ناهز 50 عاما بعد مسيرة مشرفة من العمل الإعلامي المتميز والمهني. كان جلال عوارة إعلامي من طراز فريد، له بصمات متميزة أثناء عمله كمذيع ومقدم للعديد من البرامج والنشرات بالتلفزيون المصري، كما قدم العديد من الخدمات لأهالي مدينة طنطا أثناء عضويته بمجلس النواب في دورته الماضية، حيث كان من المدافعين عن مسبيرو، وكان حريص على إنهاء ديونه، كما كان له دور كبير في كشف الفساد في قضية مخالفات الصوامع. ودع أهالي طنطا بالأمس جسد النائب السابق، ولكن ستبقى ذكراه في قلوب المحبين وأثر أعماله باقي. رحم الله الفقيد جلال عوارة. مجموعة من الحجاج المصريين تم النصب عليهم في المدينة المنورة، وتم إقامة الدليل على المتهم وإثبات إدانته، وتم صدور أحكام قضائية ضده بالحبس والجلد، وفوجئ الضحايا بسحب الصك في هذا الحكم بلا مبرر، وبيطلبوا حقيقة من الإدارات القانونية في البلد الشقيق بالتحقيق في هذه الواقعة والتأكد من عدم هروب المتهم. يشكو المتقدمون للوظائف القضائية القيادية بوزارة المالية وفقا للإعلان الذي نشرته الوزارة في 21 مارس 2021 من عدم ظهور النتائج حتى الآن رغم استيفائهم جميع شروط المسابقة. وصلتنا شكوى من سكان شارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل يشكون من إقامة ملهى ليلي وكازينو بيسبب الإزعاج الدائم لهم حتى الساعات الأولى من الصباح، وقد تقدموا بعدة بلاغات ضده ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن. وصلنا بلاغ من أسرة الشاب أبو الوفا علي أبو الوفا البالغ من العمر 22 عاما بخصوص تغيبه عن منزله، وقد أجروا يعني تعمل محضر في قسم النزهة ولم يتم العثور عليه حتى الآن. معنا على الهاتف الأستاذ محمد عبد الوهاب بهنسي المحامي بالنقد. أستاذ محمد أهلا وسهلا، تفضل أستاذ محمد. أهلا بك مصطفى بيزة حضرتك. تفضل وطي التلفزيون والنبي لو سمحت، وطي التلفزيون. أهلا بك مصطفى بيزة حضرتك. وطي التلفزيون عندك أستاذ محمد، تفضل. ما عنديش يا فندم تلفزيون خالص. تفضل يا فندم، تفضل تحت. أهلا بك مصطفى بيزة حضرتك يا فندم. أهلا بيك. والله يا فندم احنا عندنا مشكلة كبيرة في محافظة البحيرة. خير. احنا عندنا سوق دمنهور العمومي اللي هو سوق الماشية. ده في كارثة كبيرة بتحصل دلوقتي، لان السوق ده مهم جدا ان هو بيأثر في اسعار اللحوم واسعار الالبان على مستوى الجمهورية كلها وبالاخص محافظة البحيرة. احنا فوجئنا ان محافظة البحيرة السكرتير العام للسيد السكرتير العام المحافظة والسيد السكرتير العام المباشر السكرتير العام المساعد بصفته رئيس مجلس ادارة مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ان هم طرحين كراسة شروط لانعقاد مزايدة على سوق دمنهور الماشية العمومي يوم الخميس القادم 8/9، وفوجئنا ان في اكتر من شرط غير قانوني ومخالف لكل الاعراف اللي موجود عليها الاسواق اللي هي موجودة في جمهورية مصر العربية كلها. على سبيل المثال ان احنا فوجئنا ان مفيش تسعيرة حطينها لخروج المواشي من السوق. فطبعا انا دلوقتي كمتزايد انا هروح اتزايد اعمل دراسة جدوى على اي اساس اقول انا هكسب ايه؟ طب الحاجة التانية انا دلوقتي بعد ما يرسى عليها المزاد عشان هروح بعد كده وفاجئ ان المشروع يقول لي انا دلوقتي انت عاوز التسعيرة 100 ولا عاوزها 70 ولا عاوزها 60. طبعا ده كله هيضر المواطن بعد كده وهيحصل ابتزاز ويحصل رشوة لمن يرسو عليه المزاد. انا اما جالي الموكل بتاعي
وجاب لي كراسه الشروط وقال لي دلوقتي انا في ورطه، انا في مشكله، انا عاوز اخش المزاد بس انا شايف في شروط صعبه، يعني ازاي هم ما يحطوش تسعيره؟ قلت له والله ده امر صعب. فتوجهت فعلا بالامس الى محافظه البحيره، الى ديوان عام محافظه البحيره، متوجها الى مكتب السكرتير العام للمحافظه والمهندس حازم الاسموني والعميد محمد بدر السكرتير العام بصفته رئيس مجلس اداره المشروع. فوجئت يا فندم ان انا بعد التواصل مع مشرف الامن ان انا بتواصل مع مشرف الامن ان انا عاوز اتقدم بطلبات رجاءات والتماسات وتظلمات، لان في حاجه اسمها لجان استماع قبل انعقاد المزاد برجو فيها وبلتمس ان في شروط مخالفه للقانون وشروط تعسفيه، التمس منكم تعديلها واصدار كراسه تعديل لكراسه الشروط عشان ما ايه الصالح العام وعشان مصلحه بلدنا وعشان ما فيش حد يضار. اتفضل. فوجئت يا فندم ان المشرف الامن بيقول لي انت ممنوع من دخول المحافظه وما ينفعش ان انت تقدم طلبات وهم ما بيستقبلوش طلبات، واللي عاوز يجينا بميعاد مسبق. قلت له يا فندم انا جاي في امر سريع وامر حال ومن حق ان انا ارجو والتمس وجاي بتحدث اليك بطريقه محترمه وطريقه راقيه زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي، احنا كلنا بنتكلم طيب بشفافيه وموضوعيه. طيب المهم هو بيقول لي لا ده مش هيحصل ومش هتكلمني على حاجه واللي انت عاوز تعمله اعمله. طيب توجهت طبعا للشرطه الجهه المحايده وان انا سمعنا يا فندم استاذ محمد. استاذ محمد الرساله وصلت واحنا يعني حق الرد موجود ايضا للسكرتير العام، انا بشكرك. واحنا ايضا هذه القضيه لو عندك حضرتك مستندات ابعت لنا المستندات على المخالفات اللي انت بتقول عليها، وحق الرد مكفول ايضا للطرف الاخر. استاذ محمد شكرا جزيلا لك. على كل حال الجريمه بتتطور يوميا خاصه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وشفنا الحقيقه كثير من الحاجات دي الايام اللي فاتت. في ميدان الجيزه حصلت واقعه مؤسفه، وهو تعرض الطالبين محمد نور وعبد الرحمن أحمد لمحاولة خطف من أحد الأشخاص اللي ادعى على السوشيال ميديا أنه بيشتغل إداري في أحد النوادي وتحديدا نادي طلائع الجيش، واتفق معهم على مقابلتهم في ميدان الجيزة، وبالفعل أخذهم إلى ميدان العباسية ثم إلى مدينة نصر، والاثنين طلاب دول شكوا فيه وهو خطف التليفونات بتاعتهم وتمكنوا من الهرب قبل خطفهم. الواقعة دي جات لنا احنا بنرفعها لوزارة الداخلية للتأكد من هذا الكلام، وهم معاهم صور الراجل ده وغيره، احنا مش هننشرها طبعا حرصا على سمعة الناس، لكن الداخلية بالتأكيد هتصل بينا وهنديها كل المعلومات. بعد الفاصل هيكون معانا حوار مهم مع الكاتب والباحث الليبي الأستاذ عبد الحكيم معتوق حول آخر التطورات في ليبيا في ضوء ما شاهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية. بعد الفاصل. عبد الحكيم معتوق محلل وخبير بالشؤون الليبية، فهو ليبي، كان واحدا من كبار الإعلاميين على الساحة الليبية، وكان شريكا في كثير من الأمور التي جرت على الساحة الليبية قبل وبعد أحداث 17 فبراير 2011. المشهد الليبي الآن كان يستوجب أن يكون عبد الحكيم معتوق معنا لنتابع معه هذه التطورات والسيناريوهات المطروحة في الوقت الراهن. أستاذ عبد الحكيم أهلا وسهلا. شريكا ناقدا ولست شريكا مساهما. أجل أعرف ذلك. طيب عبد الحكيم المشهد الآن كيف تراه؟ احنا تعودنا مصطفى انا وانت ندردش يعني ما هي فضفضة. ايه فضفضة، ما مش حابين تاخذ الحلقة شكل تقليدي اسئلة واجوبة. انا حقيقة استوقفني وننتابع في الحلقة قبل دخولي لقاعة البث موضوع الإشاعة. وهي الأس لكل هذه المشاكل التي تحدث في الشارع العربي. سواء كان في ليبيا ولا في مصر ولا في لبنان، وانا تعرف يعني اتنقل بين هذه العواصم، او حتى في العراق. أستاذ مصطفى لازالت رواسب ما قبل هذا التغيير
الضخ الإعلامي والموجة العالية والتسريبات والأكاذيب والأضاليل والمشاهد المزورة لازالت منطبعة في أذهان كثير من هؤلاء الذين يصدقون الشائعات التي تتحدث عنها ولا يريدون لأي شكل من أشكال التغيير أو الإصلاح، حتى لو الذي جاء بالإصلاح جاء بتفويضا من السماء، حتى لو جاء مع جبريل فهم لا يصدقونه. مشكلة هذه أستاذ مصطفى تحتاج إلى معالجة بصراحة، يعني لأن السوشيال ميديا أتاحت فرصة أمام كل هؤلاء أن يصدقوا الأكاذيب ويكذبوا كل من يقول لهم الحقيقة. هذه أصبحت مسلمة. فأتمنى، وهناك انطباع، يعني انطباع على مصطفى بكري وأحمد موسى وعمر أديب وعبد الحكيم وفلان، يعني ليه أنت أشرت لها النقطة هذه مهمة، أنا حبيت نعمل استهلال، يعني ليه ما تنزلوش للشارع؟ ليش ما تكونوش في الأندية، في الجوامع، في المقاهي؟ يعني هذه المنصات دائما تاخذ شبهة الكلام الرسمي وكأن في حد وضع الكلام في أفواهكم. لا، انزلوا الشارع قولوا للناس الحقيقة. هذا الاستهلال، هذه مشكلة أيضا نعاني منها، لأن أنا خارج معك على الهواء لدي كثير من المتابعين والذين يصدقونني، ولكن سوف أتعرض إلى حملة بكل تأكيد، لأنني عودت مثل ما حكيت لحضرتك أن أكون شريكا ناقدا ولست يعني مساهما في هذا العبث الحاصل. من أين تريد أن نبدأ؟ من المشهد الليبي؟ المشهد الليبي نبدأ مرتبك. من المشهد الأخير، مشهد مرتبك وملتبس. وحقيقة أنا من خلال البرومو اللي وضعه زميل ربيع يبدو لي أن الذي حصل خلال الأيام الماضية هي يعني اشتباكات تحريكية. نعم. هي هذه ربما أفشي لك السر، هذه معلومات وليست تحليل، هي تحريكية بغية إخراج مجاميع مسلحة من مخابئها بما تملكه من عدة وعتاد، وتفريغ الساحة بما طرابلس التي هي دائما قضية هذه التحالفات والاشتباكات والتدخلات والإملاءات. هم يريدون أن، وهذا اللي حصل، يعني كثير من قيادات هذه المجامع المسلحة الآن أصبحت خارج طرابلس. هناك سخط لدى الشارع الليبي الطرابلسي من هذه القيادات وما تمارسه من أفاعيل يعني تتعلق بالحق الإنساني، بالنهب، بالإخفاء القسري، بالتدخل في شؤون الدولة إلى ما هنالك. فأعتقد أن الآن أصبح مشهد العاصمة أكثر ملائمة لتمرير عملية سياسية وليس عسكرية. سياسية. يعني هناك سيناريوهات كثيرة. طبعا ذهب العديد من المحللين على أنه هي محاولة لدخول هو فتحي بشاغل لم يدخل يعني، وهو يقول هذا الكلام وعدم مسؤوليته أيضا. طبعا أنا ولا دبيبة. أعود لأصل الموضوع، نحن يعني نعاني من صراع إرادات. يعني الإرادة الليبية لم تعد متوفرة منذ سنوات. يعني ما يحدث في ليبيا هو إرادة خارجية. وكثير من الذين يتصدرون المشهد للأسف هم يعني يتحركون بإعازات. يعني الحرب التحريكية أو الشبكات، طبعا نحن نتأسف ونترحم على كثير من الضحايا الذين سقطوا أبرياء، وأنت تعرف داخل العاصمة زقاق، ليس هناك مخارج، ليس هناك يعني طوارئ، ليس هناك ملاجئ، يعني حتى الدفاع المدني لم يكن على استعداد، وأنا كنت على تواصل معه. فتصور يا أخي مصطفى أنه في ساعات سقط أكثر من 30 ضحية نساء وأطفال، وهذه ليست المرة الأولى، سبقتها كثير من المواجهات، ولكن أنا أزعم هذه المرة بأنها قد تكون الأخيرة كمقدمة لتسوية سياسية بين قوى إقليمية ودولية. على أي أساس تقوم هذه التسوية؟ شوف، منذ حرب 2019 انقسمت ليبيا إلى فسطتين أو إلى إقليمين. عندما تدخل الجيش. أي عندما تدخل. طبعاً وهذه ما يعني نشرتها دوريات عالمية مثل نيويورك تايمز، مثل واشنطن بوست، إنه الذي ردع الجيش بقوات خليفة حفتر هي تقنيات الناتو. على في بيقول لي والله في مذكرة تفاهم وقعها السراج، يعني لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، أن السراج أخل بوعود كان أطلقها مع خليفة حفتر. أنا كنت شاهد ملك في أبوظبي
مش في الاجتماع لكنت قريب وتحصلت على ووعده بأننا سوف نتقاسم عسكريا وأمنيا، ولكن تعرف القوى المسلحة الموجودة في العاصمة لن تسمح لكائن من كان أن يضيع عليها فرصة هذه الامتيازات. هم استأثروا مصطفى الميليشيات والمرتزقة طبعا لا، هم المرتزقة جاءوا فيما بعد، هم جلبوهم فيما بعد، لكن هو في البداية أنت لاحظت الثلاثة أيام الأول من التحرك كان هناك حالات هروب وشبه حالات استسلام، لكن تحصلوا على وعود. فالسراج طار على جناح السرعة إلى إسطنبول أو أنقرة ووقعت تلك المذكرة التي جلبت تركيا. وهي كانت نوع من رد الفعل. هنا أريد أن أؤكد على مسألة تقسيم الأقاليم. هذا الإقليم الغربي أصبح إقليم تركي. لماذا أريد أن أقول لك بأنه لا يوجد هناك حلا عسكريا بعد الاشتباكات الأخيرة وتفريغ العاصمة، حيث صناعة القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والمنشآت الحيوية. لكن المفيد خليفة حفتر قال إن الجيش لن يصمت، هو يؤول على الشارع، وأنا أوجه له رسالة. لا يوجد هناك شارع يا سيادة المشير. لا يا سيد خليفة حفتر، أنسى موضوع الشارع. الشارع مكبل ومكمو ومكلوم ومغلول لا ليس بمقدورك أن تنشر حتى تغريدة، مش تتضاع حتى تلك المحاولات الخجولة. وأنا كنت على تواصل مع أولئك الشباب ما أعرفهم شخصيا في حراكين، واحد ضد السراج واحد ضد دبي، تم شراءهم بالمال. المال السياسي الفاسد هو العامل الحاسم في كل هذا الحراك. لا يوجد هناك وعي جمعي، بمعنى طبعا هذا عامل، ولكن هناك العامل الأخطر وهو المواجهة بالسلاح الحي بالرصاص الحي. كيف لجموع طرابلس وهم مثل ما حكيتك الآن يعيشون الأمرين، يعني لم تعد تتوفر لهم أو يتوفر لهم الحد المنطقي من الحياة الكريمة، لا كهرباء ولا سيولة في البنوك ولا أمن، رغم أن ليبيا بلد نفط. هذا طبعا هذه أصبحت شعارات، هاي النفط موجود تحت بعض الأرض ويهربونه، وما وعائده يتقاسمونه الذي يعني بضع مئات، يعني نعرفونهم ونشرتهم منظمة الشفافية ومنظمة الفساد. أعود وأؤكد بعد هذا التفريغ للعاصمة لم يبقى هناك إلا قوة واحدة وهي قوة الردع برئاسة عبد الرؤوف كار. يبدو أنها سوف توكل لها هذه المهمة خلال ما تبقى من أشهر حتى يصار إلى خلق مقاربة بين عقيلة صالح وخالد المشري اللذان سمعت بأنهما هنا بين في القاهرة، أي بالغرفتين مجلس النواب ومجلس الدولة. حول ما يعرف بالقاعدة الدستورية والمواد الخلافية، والتقيا قبل ذلك. طيب التقيا في أكثر من مرة، لكن أعتقد هذه المرة هناك ضغط مصري ربما تركي أمريكي روسي على ضرورة خلق مقاربة حقيقية وتجسير هذه الفجوة وتجاوز المواد الخلافية التي تتعلق بمزدوجين جنسية والعسكريين. فهناك تصور أو هناك رأي يشير بأن علينا أن نفترح أن نقترح ونفتح مروحة الترشح لكل من يأنس في نفسه الكفاءة، والكلمة الفصل هي للصندوق. صحيح. وكل من عليهم أو عليه ملاحظات تتعلق بمزدوجية الجنسية أو يعني المسائل هذه المتصلة بشروط الترشح، الشعب هو الحكم، أو يقدم عندما ينجح يقدم ما تنزل يفيد تنزله على تلك الجنسية. فأتصور أن ستبوان أو الخطوة الأولى هي تفريغ طرابلس من الميليشيات التي تعيق أي تسوية سياسية، وأوكلت مهمة لقوة واحدة هي ليست على وفاق قوة الردع. قوة الردع هي جهاز أو قوة الردع أخذت على عاتقها مهام أكثر جنائية، لم تتدخل في أي من الاشتباكات. صحيح. حتى في معركة طرابلس. والآن أوكلت هذه المهمة لتسهيل هذه العملية السياسية. سيناريو فتح باشاغة أعتقد الآن هو يركض بين العواصم، سمعت بأنه ذهب إلى إسطنبول وباريس. الإنجليز كانوا وعدوه بأنه ربما يتمكن من الدخول، ولكن هناك قوى أخرى يعني أرجح أنها أفشلته من خلال هذه العملية التحريكية، لأنه رغم أنه عندما نتحدث بشكل عادي هو نتاج طبيعي لوفاق برلماني مجلس دولة، يعني إخراج وطني بين مزدوجين، يعني وطني مع بعض التشوه، لكن هو خرج البرلمان كان حريب الأمم المتحدة أن توافق عليه، وهو يجب أن يكون أقوى
لجهة أنه اختير من تحت قبة البرلمان بموافقة مجلس الدولة من الذي اختير وفق قائمة 75 أو لجنة 75 في جنيف. لكن مثل ما حكيت لك صراع الإرادات ليبيا، لا أريد أن أتبنى نظرية مؤامرة، لكنها حقيقة تحت وصاية سياسية عسكرية أمنية اقتصادية لا هناك. فلا أعرف ما إذا كان هناك، لا زالت هناك حدود لفتح بشاغة، هذا سوف يعني تثبته الأيام القادمة، ولكني أرجح أنه لم يعد لديه حدود. هناك، هل هناك خيار ثالث؟ في يعني في مقترح، في مقترح بشان تشكيل حكومة ثالثة، بمعنى أن تحصل مشاورات مصرية تركية. طبعا راتشارد نولان على اتصال بالجميع، السفير الأمريكي، السفيرة البريطانية الأخرى، ولكن طبعا هناك شخصيات هي الأخرى تم الاتصال بها والتنسيق معها وبدأت تتحرك على مستوى الإعلام، مثل المهندس محمد المزروغي، مثل المهندس محمد المنتصر، لكن يظل هذا الخيار هو الآخر معلق. لماذا؟ لأن الخطوة التي كنت ذكرتها لك وهي تهيئة الظروف الملائمة لتسوية سياسية، ربما أريد من ورائها أن يمضي عبد الحميد بيبة حتى شهر مارس القادم، أن تبقى ستاتيكو، يعني تبقى يبقى المشهد على ما هو عليه التركيز. وهذا رأى بالمناسبة أكدت عليه في أكثر من مرة ستيفاني ويليامز، والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، وحتى حتى الوزير الخارجية الروسي سيرجو لافاروف، هو يؤكد على ضرورة الذهاب بسرعة الانتخابات شريطة أن تفتح المروحة، أن يبقى إلى مارس. هل معنى ذلك أنه ستكون هناك بداية الانتخابات في مارس؟ بكل تأكيد، إذا كان هذه البلان، هذه الخطة مضوا فيها دون أي عوائق، وهي يعني نتاج تفهمات مخابراتية سياسية على أعلى مستوى، أعتقد أن ما تبقى من أشهر سوف يتم إنجاز الاستحقاق الأهم وهو الانتخابات، وربما تكون بالتزامن يعني انتخابات رئاسية وبرلمانية. أعيد يذكرك بتصريح سيرجي لافاروف، هو يتحدث عن عكس الموقف الأمريكي، هو يتحدث عن ضرورة الذهاب إلى الانتخابات لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية، وهذا الخلاف والصراع على المال وهذا العنوان الحقيقي، يعني ما يحصل هو الصراع على السلطة والمال، والشعب الليبي بكل مكوناته يدفع في هذا الثمن الباهظ. فهو أو الروس يؤكدون على ضرورة أن يذهب الليبيون إلى أو الليبيين إلى الانتخابات مع فتح مروحة، مع فتح مروحة الترشح، بمعنى أن لا يكون هناك ما يسمى بالقوى القاهرة التي أعلنت على مفوضية الانتخابات. القوى القاهرة هي الاستبعاد، الاستنسابية، يعني يدخل فلان ولا يدخل فلان، يدخل مصطفى بكري ولا يدخل عبد الحميد، لا، كل الذين تقدموا وترشحوا ليس عليهم قيد أو شرط، إلا عندما يتعلق الأمر بمواد في الدستور تعالج فيما خص المفاوضات بالاتفاق بين المجلس الأعلى ومجلس النواب. بالضبط. فأعتقد أنه قراءتي للمشهد أننا نحن ماضون نحو أن يبقى عبد الحميد دبيبة إلى شهر مارس، ولكن وهذا الأهم ربما يكون سكوب، هذا سوف يتم الضغط عليه بتسليم الملف العسكري والأمني لخليفة حفتر. لخليفة حفتر. إيه. دون 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 مواجهات، دون دون شغب، دون مواجهات. وهذا يجعلني أسألك عن دور الجيش في المعادلة. يعني أنا في تقديري مع كل ما يلحق الجيش من شوائب ومن محكينا وشائعات وإسقاطات ودش، وربما هناك عناصر يعني ساهمت في هذا بشكل، وهذا تطالعنا به وسائل إعلام حقيقية، ليس الغرض منها تشويه الجيش، في خروقات، في مشاكل، يعني الجيش يحتاج إلى تطهير. إذا أراد السيد المشير ومن معه، ونحن بدأنا معه من البداية، أن هناك يحتاج إلى إعادة نظر. كل هذا اللغط بإمكانه كقائد لهذه القوة أن يفرزهم ويصنفهم ويعيد توظيفهم وتكليفاتهم يعني. ولكن ما تقوله ألا يعني التناقض مع التصريحات التي أدلى بها السيد المشير خليفة حفتر من أن الجيش لن يسكت أمام هذا العبث؟ الجيش عندما يصبح مؤسسة وطنية متكاملة، يا مصطفى، الآن نحن نتحدث عن قوة في الشرق، حكيت لك على التقسيم الجيوبوليتيكي، التقسيم الجغرافي السياسي، يعني هناك الآن منطقة إقليم الغرب الليبي الذي يبدأ من سرت
حتى راس جدير الحدود التونسية، هذا إقليم أمريكي والشرطي فيه هو أردوغان، ولديه قائد على الأرض. هي قائد يعني ليست المسألة بهذا لا لا شوف أنا نحكي لك شوف أنا نحكي لك بشكل صحفي. هو عنده قائدة، عنده قاعدة الوطية، قاعدة المرتزقة، قاعدة الوطية نعم التي استولى عليها أجل غير المرتزقة. أجل أجل أنت تتحدث عن شبهة أنجرليك في ليبيا، أنت تتحدث عن قاعدة متقدمة لحلف الناتو في ليبيا، ما لا تتحدث عن قوة مسلحة صغيرة أو كتيبة أو لواء. أنت تتحدث عن يعني أنت رحت للوطية يا مصطفى، شفت كم هي شاسعة يعني مثل القاهرة الوطية، شوفها كده يعني يعني قاعدة ضخمة، وهي في الأساس كانت قاعدة أمريكية، وحلم العودة لها ظل قائما أكثر من نصف قرن، وعادوا من خلال حليفهم أردوغان. نعود إلى الإقليم الشرقي الذي يبدأ من سرت حتى لمرتروح، هذا إقليم هم يزعمون بأنه إقليم روسي لجهة ما على أي أساس يعني؟ ما يقولونه بأن هناك قوات فاغنر. يا سيدي من الذي حرر أكثر من 70 أو 80%؟ هذا كنا شهود عليه وعلقنا عليه، الجيش خاض معارك ضد هذه الجماعات التكفيرية في بنغازي. أنا نحكي لك على التوصيف السياسي الأمني لهذه كيف يفكر الغرب وكيف يتعامل. ليس محصورا في بنغازي، لا الجيش موجود في الجنوب، الجيش موجود في البيضة، الجيش موجود في سرت، كل هذه يواجه صعوبات يا مصطفى. نعم يواجه طبعا. شوف احنا المشكلة اوقعنا فيها برناردينو ليون في مسودة مدريد، وضع جملة مفخخة عندما اشار، وللأسف انا نبهت عليها طارق متري مرة في لقاء في بيروت، وبعثت مرة لغسان سلامة بصفتهما، ما هم يعانوا نفس المشكلة في لبنان، الجيش والقوة المسلحة الأخرى المنضوية تحت الأحزاب، حركة أمل وحزب الله، فدائما الجيش يجد صعوبة في التحرك في المواجهة، في ورغم أنهم اللبنانيين في العقل الجمعي حريصون على هذه المؤسسة ويحبوها كتير يعني. فكل الشعوب يعني لا توجد هناك دولة بدون جيش، وإلا أصبحت فوضى. هنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة أو المادة المفخخة. ماذا قال ليون وانطلق عليهم كلهم؟ هو قال يعني توحيد المؤسسة العسكرية مصطفى، لا يوجد هناك انفصال، هذا تأكيد على ما تفضلت به حضرتك. وفي اجتماع 5+5 الذي كان موجودا تم الاتفاق، ما هو شو عادوا إلى وانتبهوا إلى هذه المادة بعد سنوات من الاحتراب والاقتتال. المؤسسة العسكرية أستاذ مصطفى للمشاهدين الكرام لها أكثر من 60 عاما. احنا مشكلتنا في ليبيا هو تفعيل المؤسسة العسكرية وتوحيد القيادة لها. وين مشكلة؟ أن لدينا من ضباط وضباط الصف والجنوب في الغرب الليبي ما يفوق الشرق الليبي، ولكنها قوة عمومية مهمشة، لأن كل من تصدر هذا المشهد العسكري في الغرب لأنه وقعت أسيرة لما يحدث هناك. بالضبط، لأن القوى المسلحة المهيمنة على الغرب الليبي هي قوة أمر واقع، هي قوة مجاميع مسلحة وليس قوة منضبطة. لماذا ترك ليون الباب مواربا لكي يسمح لهذه المجاميع المسلحة تحت مسمى التوحيد بأن تنخرط في المؤسسة العسكرية دون الضوابط المطلوبة؟ المؤسسة العسكرية لها شروط، يعني المهارة، المسلك، الحالة الصحية، يتدرج، ياخذ أساس، ياخذ متقدم، هؤلاء جايين بشباش وشرطات وعايزين يكونوا أمراء كتائب وأمراء فصائل. هنا هذا المشكل، هذا كيف هذا الغرب الليبي. أنا أؤكد لك بأن لدينا ضباط وضباط صف وجنود في كل الأسلحة، وتدربوا وتكونوا في أكاديميات مهمة على مدى عقود في مصر، في اليونان، في روسيا، في أمريكا، في كل مكان، وفيهم أركان. هؤلاء مهمشين، لأن كل من يحاول أن يتحرك ويدلو بدلوه في المؤسسة العسكرية سوف يغتال أو يعتقل. فبالتالي نحن لدينا نصف مؤسسة عسكرية. لماذا قلت لك يا مصطفى في البداية بأن إذا قبلنا باستمرار مع كل الملاحظات، هذا أمر واقع مرة أخرى، التي يدليها البعض على سياسة وأداء عبد الحميد دبيبة، لكن إذا استمر وسلم الملف الأمني العسكري بالتوافق إلى خليفة حفتر، سوف يحدث هناك توازن كبير ويعطي طمأنينة لهذه القوة العمومية الموجودة في الغرب الليبي بالانخراط في المؤسسة العسكرية، ونعود إلى قصة ماذا تحييد هذه المجاميع المسلحة التي تريد الفوضى أن تستمر. من رغب منهم الانخراط هناك مثل محكمة، مثل شروط ترشح لرئاسة الدولة،
هناك شروط ترشح المؤسسة العسكرية من غير ما أقول واحد فاقد عينه ولا فاقد رجلة ولا يعني ولا لديه سوابق جنائية ولا ينخرط يعني يصبح ينخرط دون قيد أو شرط. لا مستحيل، من يقبل بها؟ هم يريدون أن حتى وأن ضميتونا وفق سياسة ليون بمعنى التوحيد أن ندخل كما نحن بقضينا وقضيده، لا هذا غير جائز. اذا الملف الامني العسكري الامني اذا ما سلم لخليفه حفتر، واريد ان اذكره مره اخرى باعاده الفرز والتنظيم والتفتيش والمتابعه والمراقبه حتى لا يختل يعني ميزان هذه المؤسسه او تتحرك ارضيتها التي املنا فيها كبير، يعني يعني سواء كان المشير حي طال الله في عمره او يعني او لا، يعني نحن نريد مؤسسه عسكريه، نحن لا نتحدث عن يعني قيادات او رموز، نحن نتحدث عن مؤسسه عسكريه، مؤسسه جيش وطني حقيقي يدود عن حياد الوطن ويشرف على انتخابات رئاسيه وبرلمانيه تسهم في انتقال السلطه بشكل سلمي وتفكك منظومه الامنيه الموازيه وتقلل منسوب الورع والروع اسف والفزع والخوف والعدم الامان في مش في طرابلس، في كل ربوع ليبيا. حدثني عن الجنوب، ارى داعش تعود من جديد، بوكو حرام شغاله هناك، الوضع في الجنوب. هلا صرنا في الاقليم الثالث الان وفق نظريه قسمت الاقاليم طبعا كونداليزا رايس هو هذا الربيع العربي، انا اتحدث بواقعيه مصطفى. أنا لكن الشعب الليبي قادر على الالتحام سريعا وقادر على طبعا إذا ما وجد قيادة سياسية عسكرية أمنية حقيقية صادقة مخلصة سوف يلتف. إذا ما توقف البعض عن التدخل في شؤون ليبيا، هذا يعني مبحث يعني هذا اللي حكينا فيه، احنا هذا يعود بنا إلى صراع يعني الإرادات، المؤامرة الخارجية طبعا قائمة لازالت قائمة. هذا يعود بنا إلى صراع الإرادات. يعني يعني الإعلام الليبي أيضا ماهوش مازال جنينية بصراحة في مرحلة ما بعد سقوط نظام معمر القذافي، جنينية. الإعلام في مرحلة معمر القذافي كان أحاديا، عندما تعددت المنصات والآراء والتوجهات وكذا فصار نوع من التشويش على المتلقي على المتلقي. لاحظ أننا اليوم في اليوم الفاتح الأول يعني سبتمبر. تحية إلى الشهيد معمر القذافي الذي سيظل اسمه خالدا في ذاكرة الناس وفي ذاكرة الشعب الليبي أيضا. عندما تقول هذا الكلام ينطي إليك الفبراهيم ويقول لك ليس شهيدا، هذا رغم أنك كل فليقول من يقول كل الشواهد نعرف معمر القذافي كل وماذا قدم، يعني كل الشواهد يعني لا يريدون. من الذي قتل القذافي؟ حلف الناتو. نعم والجن والضابط الفرنسي الذي أدلى باعترافاته في بعد بأن عندما شنت الغارة على الرتل أثناء الاقتحام قال أن قمنا بعملية رماية وتخدير. نعم. هنا أريد أن أفتح قوس، تكرر مشهد صدام حسين. نعم. هذه الهوليودية الأمريكية، هذه الصناعة المخابراتية لتكسير الرمز. نعم. وتطبيع يعني صورة ذهنية لدى هذا الجيل بأن هؤلاء الذين كانوا يقايموننا ويتحدوننا ويشتموننا ويريدون هذه نهاياتهم. نعم. مخدر يعني كأنهم هم يعني يستجدوا هذا. نعم. فقط حتى أنت تعيد نشر هذه الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتهتف بقبضة يديك، تحيا الماسونية، تحيا الصهيونية، تحيا أمريكا التي هذا هو عملية برون يعني ماذا يقولون عنها في علم النفس براين ووش، يعني عملية غسيل أدمغة وغسلوا لهم أدمغة. ها ولهذا السبب قلت لك مصطفى في البداية يا ريت ننزل للشارع هنا يكمن الدرن. صحيح. في الثقافة المحدودة، ثقافة متابعة محمد صلاح والجلوس على في المقهى تشرب شيشة للفجر وتشتم النظام السياسي وأنت لا تنتج حتى ربع دقيقة باليوم. المشكلة وهذا حازل في كل عوازمنا بالمناسبة، كسل ضارب أطناب. فأعود إلى موضوع الجنوب مصطفى، وفقا لنظرية كونداليزا رايس هو موضوع أقاليم، أقليم الجنوب هو أقليم فرنسي. لازالت فرنسا وانت لاحظ تحرك ماكرون الأخير في اتجاه الجزائر. وهي الجزائر عودتنا في مع الليبيين أو مع النظام السياسي أو مع النظام الرسمي على مدى نصف قرن هي أن تتحرك دبلوماسيا على رؤوس أصابعها.
دائما موقفها هكذا، دائما موقفها ضبابي، يعني لا تعرف هل هم معنا أم ضدنا. وهذا يفسره بعض المتابعين بأنه له علاقة بترسيم الحدود وحقل الرار وحقل الدم، موضوع الغاز وكذا. صار حتى مشاكل بينهم وبين نظام عام القذافي، ورسم ووضع ضوابط وفرض عليهم رسوم، وحتى كادت أن تذهب إلى محكمة العدل الدولية على غرار الجنف القاري مع تونس غير مصر أنت تعرف. فأعيد أكرر، لهذا السبب كثف ماكرون فترة أخيرة من زيارات الجزائر والمنطقة هذه، لأن هناك ملف آخر حساس مصطفى، هو ملف الطب والطوارق لا تنسى، هذه قنبلة موقوتة، ملف أيضا العائدون ليس بمفهوم شعبوي، الراجعون من أفريقيا إلى ليبيا الذين كانوا يستوطنون قطاع أوزو بالألاف. هناك تغيير ديموغرافي خطير في الجنوب، والذي لا يريد أن ينتبه إليه الليبيين يا أستاذ مصطفى إن كل هذه الثروات الطبيعية من ماء وغاز ونفط ويورانيوم وحديد وفوسفات وطاقة شمسية كله في الجنوب. تصور، يعني أنا أحيي أهلي في الجنوب على هذا الصبر وعلى هذا الانتظار، رغم انه يعني لو تطالع التقارير حتى العقارب اخذت فيهم حصه. تصور من عدم توفر الخدمات الصحيه، ولا حكومه من حكومات فبراير كلف رئيسها نفسه عناء ان يذهب الى ان يلتقي باهل الجنوب، ربما ذهب فتح بشاغه قبل التنظيم، وهذه تنخر ضمن سياق الدعايه السياسيه. عندما تكون ديسيجن ميكر صانع قرار تذهب وتضع مكتب هناك وتندب الى احوال الناس. الجنوب هو خزنه ليبيا. لماذا الفرنسيين، وطبعا قصه تاريخيه بالنسبه لفرنسا، يعني تعود إلى الجنوب، هذا حلم، مثل ما هو الحال مع الشاطئ الرابع لروما في طليان في ليبيا، وهم بالمناسبة موجودين في مصرات. ما هو أردوغان مش وضع رجل، تتذكر لما عندما خرج الرئيس السيسي وعلق عليه التيار الإسلامي السياسي وكيف لك أن تقول خط أحمر، يعني هو قال خط أحمر على الأقل من منطلق العمق الاستراتيجي، دولة جوار، أخوة، مصهر. طيب أردوغان اللي وضع رجل على رجل صار يرسم في خريطة ليبيا ويقول احنا هذه بلادنا واحنا عندنا وارثنا و500 سنه ضلينا فيها، ومليون واحد في مصر مليون واحد في مصر سوف نمنحهم الجنسيه التركيه والنفط لنا. صار يقسم حتى في المناطق اللي فيها موارد طبيعيه. يعني قصه، يعني مانيش عارف كيف الازدواجيه، انت يعني تستكثر على زعيم عربي اتفقت ولا اختلفت معاه ان يقف معك، ولا تستكثر على واحد زعيم في تنظيم العالم إخوان المسلمين هذا، كيف نتفق معكم؟ نحن أنتم مشكلتنا صارت معكم مشكلة وجود، نعم، مش مشكلة سياسية فقط. مش تريدون أن تحكمون، أنتم لا تريدون، تريدون في مسرح الحياة من يختلف معكم، إن لم تقصوه سياسيا تقصوه بالموت. فالجنوب مثل ما حكيت لك، الجنوب هو ملف فرنسي ويحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى تركيز حتى من المخرطين في المشهد الليبي، وهذه رسالة وجهها القيادة السياسية المصرية. يعني التركيز ليس على الشرق والغرب بس، هم يتحركون وفق معطيات ووفق واجهة. هذه الواجهة مصطفى يعني لا تعتمد عليها كثيرا، هي لا تمثل حقيقة الليبيين. ليبيا حبلى بالكفاءات السياسية والثقافية والعلمية والاجتماعية، يعني محتاجين إلى أن نوسع دائرة المشاركة ونستمع إلى آراء أخرى قد تكون أوجز وأفيد للوصول للحل. لكن الشعب الليبي يعني ألم يكتشف ويدرك تماما حقائق ما يجرى على الأرض الليبية؟ مثلا في انتخابات المؤتمر العام أو في انتخابات مجلس النواب تراجعت نسبة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان كثيرا، ولم يعد لهم وجود حقيقي في مثل هذه المجالس. هم أسقطوا أنفسهم، نعم، بصراحة هم يعني هم جمعية دعوية عندما مارسوا العمل. نريد أن نستذكر تاريخهم منذ تأسيسهم حتى اللحظة، لكن كل يعرفه يعني يدخل على السوشيال ميديا ويعرف من هو من هو البنا وغيره. لكن هم حقيقة أداروا ظهرهم للشعب، و يعني أصبحت ولاءاتهم خارجية تماما، يعني تحولت أوطاننا إلى أقاليم تتبع للتنظيم وبزعامة أردوغان وفتاوى القرضاوي وتلميذه علي الصلابي وهكذا.
وربما تعود نعود ويعود المشاهد إلى ما قاله خيرة الشاطر حتى في مسألة الـ 2 مليار التي أعطيت مقابل تسليم أحمد قذاف الدم وكيف توزعت تلك القيمة. تعرف كيف توزعت القيمة؟ توزعت على علي الصلابي وعبد الحكيم بالحاج وعلى خالد الشريف أيضا كان لهم حص، هم يتقاسموا كل شيء إلا الحقيقة لا يريدك إلا يريدونك أن تتقاسم معهم، والوطن حقيبة، حقيبة سفر أو هوتيل يعني يعني يريدون أن شقة مفروشة، شقة مفروشة للأسف يعني. فبالتالي عندما تحدثني عنهم أنا ليس لدي مشكلة مع الأشخاص، أنا لدي مشكلة مع المنهج مع التوجه مع السياسة مع من أنا، وهذه وطني يجب أن أعيش فيها بحرية وكرامة. أنتم خرجتم وقلتم أننا أسقطت نظام دكتاتوري، طيب 12 سنة هي ثلث المدة اللي قضاها محمد القذافي في الحكم والبلد من سيء إلى أسوأ، السيادة منتهكة، المقدرات منهوبة، الأرصدة الله أعلم عليها شو صار فيها، الناس تعاني الأمرين. فبالتالي يعني العبرة بالنتائج، أنتم لم تثبتوا فقط حسن النية، مش بس عندكم مشروع. فلا لم خلاص يعني كنت نحكي أنا وواحد من الشباب قبل أن نبدأ الحلقة على مسألة الوعي الجمعي للليبيين يعني. هذا ليش قلت لك في البداية يا ريت نمشوا الانتخابات، لأنه التجربة بالنسبة للليبيين خلال 12 سنة الماضية كانت مريرة جدا. وربما المفيد في التنوع، تنوع المنصات الإخبارية اللي تحدث عن تلفزيون وراديو، لم تعد هناك صحيفة ورقية تقرأ يعني ما فيش وقت يعني، والسوشيال ميديا كل واحد عنده طريقته في المحتوى، أصبح يعني مستوى الوعي فعلا من خلال حقائق دامغة وتجاوزات يعني على كل المستويات تفند كل تلك الشعارات التي أطلقوها من أجل الناس. فبالتالي لم يعودوا يصدقوهم فقط، يعني سأموا أن يكونوا في المشهد. فهنا نستخلص بأنه حالة الوعي هذه سوف تقود كثير من الليبيين إلى اختيار الأقرب إلى أن يكون مناسب. لا أريد أن أقول لك مناسب، لأن بعد هذا المخاض أكيد كل واحد شابه شيء من العوار يعني، لكن الأقرب إلى الأنسب في أن يدير البلد خلال المرحلة القادمة. طيب اليوم في لقاء لرموز قبلية ولقيادات برلمانية وسياسية في القاهرة، كيف ترى الدور المنوط بالقاهرة في الفترة المقبلة، خصوصا أن القاهرة أصدرت إعلان القاهرة قبل ذلك في وجود القيادة السياسية المصرية والمشير خليفة حفتر والمستشار عقيل صالح؟ أنا كنت في منتصف حديثي أشرت إلى السيناريوهات يعني، فأتمنى على القيادة السياسية، وهذا حقيقة هي لا توصى ودورها حتى وإن غضب منه الفريق الآخر أصحاب الصدور الضيقة للنقد طبعا، نحن تحملنا يعني رفاقنا تحملوا السجون والتعذيب والتنكيل والتشريد، ونحن هم لا يريدون أن يتحملوا حتى جملة منا، حتى تغريدة أو مقالة أو لقاء مع مصطفى بكري سوف يصنفوننا بأننا استساويون أو بأننا إلى ما هنالك. في كل الأحوال نحن قابلين كل أشكال النقد، لكن علينا أن نصل إلى كلمة سواء. طبعا القيادة السياسية والخارجية المصرية للأمانة يعني، وأنا متابع يعني فيما يتعلق بالملف الليبي، يعني ذهبوا في كل الاتجاهات والتقوا بكل الناس واستمعوا وصبروا، وعلى الرغم من أن إذا بقت ليبيا ساحة متحركة بهذا الشكل يعني مجبورة القيادة السياسية والعسكرية المصرية أن تتحرك، أن أمام 1000 كيلومتر هناك حالات تهريب يعني مثلا خطير، وهناك قانون دولي لمكافحة الإرهاب. فبالتالي إذا لم تصر الأطراف الداعمة لفتح بشاغة بأن تعطى له فرصة، وهذه أصبحت يعني بعيدة إلى حد وفقا للاعتبارات التي ذكرناها، أو لم يتم التوافق على حكومة ثالثة. هنا أتحدث عن قوى الفاعلة في ليبيا وبين مزدوجين مصراتة، القوى السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، كل الرسامين موجودة في مصراتة، نكذبوا على بعضنا، كل الأموال موجودة في مصراتة، وحنا نبهنا إلى قصة المال السياسي، كل شيء يتحرك بالفلوس. ما إذا قبلت هذه القوى
خيار الحكومة الثالثة ربما نلتقي مرة أخرى ونؤكد أنا وأنت على من هو الأقرب إلى أن يكون رئيسا لها حتى يصار إلى انتخابات، محمد المزغي أم محمد المنصف. إذا طيب. لم يحصل توافق نعم. فنحن ماضون مثل ما قلت لك في أن يستكمل عبد الحميد دبيبة. لا تحدثني عن اتفاق جنيف والوعاء الزمني والانتخابات التي أجهضت والقوى القاهرة والكلام الفارغ هذا، لأن في قوة أكثر من قاهرة، قوة مخابراتية جبارة. إذا مضى عبد الحميد دبيبة إلى مارس فأنا أتمنى وعلى القيادة السياسية المصرية أن تكتف من جهودها بالتوافق مع تركيا. أنا أعرف أن هناك مصالح عليا للدولتين وهناك مشاورات بدأت والأتراك فتحوا، ليس النوافذ هذه المرة، فتحوا أبواب مع مصر، مع مصر، حتى مع سوريا التي وضح الأمن، أنت تعرف وتعيش يعني ظروف صعبة منذ سنوات، تواجه في إسرائيل وتواجه في تركيا وتواجه في الجماعات المسلحة. أنا هنا أتحدث على القيادة فيها، الشعب طبعا نصفها هجر. وأن تبذل جهدا أكبر بالتوافق مع الأتراك على أن يقبل ولا يترنح عبد الحميد بيبة مثل ما فعل السراج، فأن يستلم خليفة حفتر الملف العسكري والأمني حتى يحدث هناك نوع من التوازن، وأن يتم الضغط أيضا في وعاء زمني قصير على عقيلة صالح وخليفة حفتر وفقا للإشارة التي تحدثنا عنها، وهي رفع القيود عن كل المترشحين بما فيهما خليفة حفتر وسيف الإسلام معمر القذافي. نعم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق على هذا الثراء الحقيقة في الأطروحات والمعلومات المهمة والتوقعات والسيناريوهات التي يمكن أن يشهدها الواقع الليبي خلال الفترة القادمة بإذن الله. شكرا لك زعيم. شكرا يا أخي مصطفى، شرفتنا ونورتنا. حبيبي الله يسلمك. شكرا لكم ونلتقي غدا في السابعة مساء، والسلام عليكم ورحمة